صالح الاتحاد يتيم على الجهة اليسرى، انطلق بندوما من هناك، التوزيع الأرضية، ولكن تدخل دفاع وعودة دفاع جمعية شرف كانت موفقة. خادير من هناك على الجهة اليمنى، يرتكب خطأ بن قرينة من هناك، والناس مخالفة على يسار الحارس بن حمادة، والناس هل يلعبها نحو الرفاقة من هنا في القائم الأول، ولكن تدخل الدفاع، تبقى الكرة في أخذ ورد دائما، ولكن تدخل دفاع جمعية شلف يخرجها. الكرة طويلة لصالح اتحاد بن عباس، من هناك تيم عنده الكرة، التدخل عليه من بعزيز، الحكم يقول مخالفة. الكرة والمخالفة للاتحاد في تنفيذها، والناس دائما، والناس حمزة في تنفيذ هذه المخالفة، والناس حمزة 32 سنة يلعب مباراة السادسة كأساسي المستقدم من دفاع تجنانت، والناس حمزة في تنفيذ هذه المخالفة، هل ستكون الهدف الأول من والناس، ولكن ترى بعيدة. على الجهة اليسرى يلعبها مع بن قرينة في وسط الميدان، قدر بن جلالي يلعبها ممتازة، الكرة بينية لصالح جمعية شلف، والهدف الأول، والهدف الأول لصالح الجمعية. كرة في الشباك، 1-0 لجمعية شلف، كرة في الشباك، 1-0 لجمعية شلف عن طريق عامر بوغطايا. الهدف الأول لصالح الجمعية في هذه المباراة، دائما من هناك لصالح الاتحاد، يسترجع حاور ثاني، الكرة للاتحاد، التسديدة، يا لها من تسديدة ويا لها من كرة، كرة صاروخية نارية ممتازة من ورتاني، يعدل النتيجة ويدوق من شبكة الحارس بن حمادة بهذه التسديدة. طغى عليه التحفظ جمعية شلف، لم يعد يلعب كالمرحلة الأولى، لم يعد يجازف، لم يعد يبادر هجوميا، وهذه كرة لصالح الاتحاد، ممكن الهدف الثاني، وضربة جزاء، ضربة جزاء يعلنها حكم المباراة بكواسة وبطاقة صفراء للمدافع هنا، ضربة جزاء وفرصة إضافة الهدف الثاني للاتحاد بالعباس. كرة كانت ممتازة من والناس، قلنا بأن الاتحاد بالعباس يحاول اللعب على الكرة الطويلة، الخطأ هنا كان واضح من بعزيز بالمختار في تركيز شديد أمام هذه الضربة، هل بالمختار سيفعلها ويصل إلى شباك الحارس بن حمادة، أم أن بن حمادة سيتمكن من صد هذه الكرة؟ بالمختار أمام هذه الكرة، بالمختار والنتيجة تصبح ثنائية مقابل هدف واحد، بالمختار يضيف ثانية الأهداف. الكرة لصالح الجمعية، من هناك بنزازة طالع في منطقة العمليات المراوغة، ولكن بوغطايا لسوء حظ بنزازة هنا في هذه الكرة، عامر بوغطايا كان في وضعية تسلل، صفرها حكم المباراة وأعلن عنها الحكم بكواسة، هنا كان في إنذار، 1-2